المعلمة. علينا أن نقرأ سنة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام وكل من بعدهم من عظماء المسلمين، وهم كثر آلاف مؤلفة. لا شك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، هذا قال الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فماذا يبتغي المسلم المؤمن بعد الخيرية والعزة التي كتبها الله له؟ أن ينظر إلى أمم قد غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لذلك إخوة الإيمان والإسلام، نحن بحاجة ماسة إلى تربية أنفسنا أولا، وتربية أبنائنا ثانيا، وطلابنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم فيه أسوة حسنة. فمن تشبه بالصالحين والعظماء نال من عظمتهم وصلاحهم وفاز بما لهم من عزة وكرامة وخيرية، والعكس صحيح. فليختار المسلم لنفسه العزة، وليكن أهلا لنيل الخيرية التي كتبها الله لهذه الأمة شرفا وكرامة، وليكن قدوته أعظم الخلق وأشرفهم عند الله وأقربهم خلقا وأجملهم سلوكا، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا شرقا ولا غربا.